فإن الإنسان إذا ظلم واعتدي عليه فلا يجوز أن يعاود الظلم وأن يرد الظلم بظلم آخر، بل عليه أن يفعل الأصلح. ماذا يفعل؟ يفعل عليه أن يكون إنسان إيجابي، والسلاح اللي عنده والقوة اللي عنده يجمع ناس ويبقوا هم يعملوا على إقامة الحق في بلاد الله، ينصبوا حكومة صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم شرع الله ولي الله والاستقرار في البلد، بحيث تقيم العدالة ويكون هناك قضاء ويكون هناك قانون يحكم بشرع الله وبدين الله، ليس فيه ظلم، يفرض العدالة الاجتماعية في البلاد بحيث الناس توصل كلها إلى حقوقها. لأنه إذا فعل ذلك وساعد عليه وسانده فإنه يصل إلى القصاص من الظالم الذين قتلوا أسرته. أما أن يفعل هو أيضا كتيبة أخرى ويرد على الإجرام بإجرام مثله فهذا لا يحل ولا يجوز.